ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام دفع العديد من المواطنين على غرار عمي بوبكر إلى التوجه إلى البحر بعد أن يقضي حاجياته المنزلية وما يلزم ربة بيته لتحضير الفطور وجهته هذا الشاطئ بوهران أين يقضي وقته هنا في الصيد إلى غاية بداية موعد حظر التجوال. نمشي كسرها الحليب برك عارف م م صور عليا تاتمو في الدار من بعد دخل قال ما خاصكم والو قال ما خاصنا والو قال نرفد قصبتي ونجي للبحر اش الحومه خاصكم قاعد في الحومه فيه فيها المارشي فيها لومبوتياج فيها ل... واحد يتحكك معاك واحد منا اللهم فوميو نرفد قصبتي ونجي انا للبحر قصر هذيك الساعه ولا زوج سوايع ونعاود نطلع لداري مهني الصيد بالصنارة يعتبره عمي بوبكر أكثر من مجرد هواية فهو يحقق له شرط التباعد الاجتماعي كما أنه يلقنه الصبر والهدوء ويمنحه قدرة عالية على التركيز رانا هاك واحد بعيد على واحد أنا كتوفا والهيه الهيه وأنا صاحبي الهيه الثاني وراه يصور رانا مقصرين من بعد من بعد ولا أنا من بعد من بعد ونجيبوا نهارنا ونقصروا في رحبه هو هنا تبع السمارك بعد على روحك ساك المرض يقال بان تعلم صيد بالسناره يزيد من حكمه الانسان والحكمه في وقتنا تقتضي ان يلزم كل واحد منا بيته للحد من انتشار فيروس كورونا